مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج صفحات، لهذا اليوم حلقة جميلة مميزة مع الفنان القدير عزيز خيون. بداية مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدينا، على وطننا العراق شرق إلى غرب الشمال وجنوب، وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع. ونتمنياتي إن شاء الله أنه نعبر جميعا هذه الجائحة الخطيرة التي أودت بحياة أعداد كبيرة على المستوى العالمي. فدعائنا أنه الإنسانية جمعاء تعبر هذه الجائحة بأمان بإذن الله. ولد عزيز خيون في إحدى قرى قضاء الرفاعي بمحافظة ديخار عام 1947. أحب المسرح منذ طفولته، لكنه لم يجد الطريق معبدا أمامه، وبدأ بممارسة التمثيل في النجف مع مهد سماسم وحسين القيسي، حيث تقاسم معهما تجربة كتبها يوسف العاني عام 1969. في عام 73 قدم أول أعماله على خشبة مسرح أكاديمية الفنون الجميلة في مسرحية مركب بلا صياد لبدر حسون فريد، التي فاز فيها بجائزة أفضل ممثل. ومنذ ذلك الوقت بدأت مسيرة عزيز خيون في المسرح والتلفزيون والسينما. أستاذ عزيز، برنامجنا يعتمد على ثلاث صفحات، بداية الطفولة مرورا إلى الشباب، بعد ذلك وقتنا الحاضر. الحديث يطول، لكن طبعا بدايتنا ستكون مع الطفولة. كيف كانت؟ أنا هكذا شاءت الظروف، يعني أن أولد في قرية فلاحية في جنوب العراق في قضاء الرفاعي تابع إلى الناصرية. قرية بسيطة، يعني أتذكرها، يعني المشكلة أنه تفاصيل هذه الفترة الزمنية الآن أستطيع أن أشوفها أمامي كمخيل، علما أنه أنا مثلا أنسى شماكل البارحة. فبيوت من القصب موزعة بشكل لا على التعيين، ومدى واسع، أفق، أنهار وطير وخضرة، والعالم متعاونين متحابين، هناك مضيف تنحل به كل مشاكل القرية. وأتذكر كنت صغير آني، كان الشيخ أو الكريم القوم في هذا المكان كان يصيحني، يعني من دون الأطفال يجلس جنبه فينطيني حلوة ويقول لي عمو غني. فأتذكر هاي طفولتي يعني. فالعالم هناك عزيزي، إذا فرح غنى، وإذا أصابته ملمة غنى، إذا حرث الأرض غنى، إذا طش البذار غنى، إذا حصد غنى، إذا جمع يعني الغناء عنده يتواصل مع كل ممكنات الحياة وفعاليات اليومية. فحتى أتذكر كنت وأنا صغير أيضا تأخذني والدتي الله يرحمها إلى بعض الاحتفالات، فكنت أشوف النساء كيف يغنن، كنت أشم رائحة الحناء والروائح الطبيعية الجاية من البيئة بلا تلوث طبعاً، أبداً، المدنية داخلة خارج التصنيع. فبيئة بكل ما بها جميل. يعني حتى أتذكر كنت وأنا صغير بعد ما ينتهي الحصاد، ما أعرف يعني بعض النساء كان يروحن يلقطن هذا الحبوب، سواء كان الحنطة أو الشعير، أنا أيضاً معها، فيأخذوني معهم، هم يصفقون وأنا أغني، بالعودة أيضا أنا أغني. فكنت باستمرار يعني شاهد لكل الفعاليات في الأعياد، يعني حتى أتذكر حفلات الغجر عندما أحد الموجودين احتفال عرس أو ما شبه ذلك، أتذكر الغجر أغانيهم أشكالهم عاداتهم، شلون مثلا تصيح وحدة من عنده، تصيح أمك وحدة تقوم تسحب الشال مالتها، إذا معناها هي راح تجي يمك تقعد يمك،
وتحاورها وتحكي معها. أتذكر هاي التفاصيل بشكل دقيق يعني. طفولة جميلة وإن كان الحال فقير، لأن تعرف الفلاح ماذا يملك في ثلاث سنوات يعني. فقط هذه أرضه وكل شيء طبيعي. الفترة هاي حوالي تقريبا 5 سنوات يعني. ختمت هذه الفترة بفارس يمتطي حصان أتهم يأخذني خلفه ويهذب بالحصان. ألتقي بوالدي، أنا ما شايفه، والدي عسكري في محافظة البصرة. نغادر من هاي القرية إلى قرية ثانية، أتذكر قرية الكنانة يسموها. بعدين إلى أول مرة أشوف القطار الناصرية، هذا الصندوق الحديدي يدخلون به ناس وصوته عجبة. مرائي صحيح. أشوف طبعاً. أشياء وألوان أول مرة. بعدين أوصل إلى محافظة البصرة، منطقة اسمها القبلة طبعاً. قبل كنا بالقرية المدى مالتك هو هذا، أفق بسيط، زاوية النظر اختلفت هسه. ايش اللي قدامها؟ ايه رفعت ارتفعت المباني، الالوان، سينوغرافيا الحياة اذا جاز التعبير اللي نسميها الان بالمصطلح الحديث. اختلفت الصورة. من البصرة بدأت العملية. اتذكر والدي الله يرحمه، منطقة القبلة كان ملة امرأة، فدخلني إلها أنا أدرس القرآن قبل دخول المدرسة. فلاحظت نفسي بعد انتهاء الحصة تقول لي ماما القرية أنه غني، هنا أنا الصوت رتل. ختمت أجزاء من القرآن قبل دخول المدرسة. وبعدين كان عمري كبير، ما أعرف ليش ما قبلوني بالمدرسة القريبة إن اللي هي القبلة، وداني والدي إلى منطقة يسموها صبخة العرب. هذه أطراف؟ أطراف البصرة يعني تقريبا نصف ساعة تبعد عن أي. وبالصف الأول وجدت نفسي في كل خميس رفعت العلم أنا أقرأ نشيد. أيضا تكررت نفس الصورة. يعني دائما مميز على مستوى الصوت. يعني أكو رعاية باستمرار. هو الآن عزيزي من تذكر هذا الموضوع وكأن هناك سيناريو مكتوب لك أنت، ما عليك سوى أن تنفذه. بس أن تتحرك يعني. الأول والثاني كان مدرسة صبخة العرب الابتدائية في البصرة. بعدين والدي انتقى إلى بغداد كعسكري. دخلت مدرسة اسمها الشيخ صندل بالعلاوي. هذه اللي موجودة هنا بالضبط. لا زالت ما زالت في فروع الشواكة. وبيتنا كان بالدوريين، منطقة اسمها المنصورية، احنا الدوريين. كان السياج بالمستشفى يسموه العزل، الأهل الكرامة يسموه. هناك كانت منطقتنا. وأتذكر سنة تقريبا 60 58 بعدنا احنا 57 بالبصرة. 58 في بغداد. واكو ساحة منطقة اسمها الفحامة. وكان ولي قبة صغيرة يسموه منصور الحلاق. بعد فترة يعني من الوعي يلا عرفت ان هذا الحلاج بالقاف الى الجيم، الحلاج هذا اللي اعدم وعلق الى ان كانت الطير من رأسه. وبعدين انتقلنا من كنت شوية أنا مشاكس، هذا ملكي، انتقلنا للجمهورية هذه الفترة. أي حتى في البصرة يعني أكو واقعة صغيرة. جاء ملك فيصل هو وخطيبته الإنجليزية. أنا كنت قبل قائد الجمع دائما ما عارفة 12 صبي أو 13 صبي، بس أنا قائد مالهم باستمرار. بالمشاكسة لو بالوضعية الطبيعية؟ طبيعية. بس بدون مشاكسة. كرة القدم بالمعارك أو لو ما يفوت أو ما يتعارك أو ما يتضارب. يعني. لازم يعني. متصدر. لازم. فذكر جملك فيصل إلا أسلم عليه. بعناد. بعناد. سيارة كشفه هو قاعد وأركض أنا وراء منطقة اسمها باب الزبير. إلا أوصل يمه وأسلم عليه. هو ابتسم عليه. هدأ السيارة. سلمت عليه وضحك. وبعدين رجعت البيت انه انا ترى سلمت على الملك فيصل الثاني اللي قاعد ما تشيلني. سويت مشكله بغداد. كان اكو لقاء هوكي بين باكستان وبين العراق.
الكرة الصولجاية يسموها على الحصان. أي باعتبار من الكومنولث يعني. بالضبط. المعسكر هنا كان معسكر محل الزوراء. أي صح. قالوا راح يحضر الوصي. معاي نفس المجموعة أنا كنت قائد الجمع. أخوي شوي أبو علاء الله يرحمه توفى شوي أكثر من أثقل بالحركة. أنا خفيف. هو أصغر أكبر؟ أكبر. أكبر منك. نعم. احنا يعني اخوي ابو علاء مطشر عندنا قيس محمد مهدي علي كريمه ما شاء الله. فاطمه ما شاء الله. اي مجموعه طيبه يعني لازم اسلم على الوصي امينه ففتت انا قاعد اسلم الانضباط اخذنا بالعصر وركض يتبعونا يعني اكو شرك عالي انا راسا فزت كملت نجيت نفسي براشاد يعني. اي التفت لقيت اخوي بعده وراي ثقيل فرجعت مره ثانيه عبرت الشرك صعدت وعبرت مره ثانيه واني امشي حسيت ان انا كل شيء بارد باوع دم وكو فتحه إيه لقيتها ها بالجليد اي فعندي عم صيوان كان يشتغل بالخطوط الجويه مال شركه بهجت حسن الشركاء بصف سينا من النصر شاع السعدون بس أنا حتى لا يحسوا بي غطيت نفسه ونمت بس هو سمع واحد ديون شال الغطاء عن وجهي شافني عرقان مي وأرتجف وشاف الإيد مالتي ودوه المستشفى حتى ما أطول الحكاية هذه قالوا بعد ما يبقى عزيز تودوه لأبو بالنجف هذه منعطف غريب أي. فرحت الى النجف مدرسه النجف الحيدريه مكسور هنا انت اي وبدا تكويني من هناك يعني من الصف الرابع الى الثانويه اني منطقه النجف وبعدين منطقه بغداد يعني هذا بشكل مختصر اني اريد بعدين اتعرف على قضيه مهمه لي تخص الفن وبدايتها لان تعرف حنعرج عليها بشكل معين لكن انخلق عندي سؤال اثناء ما تحدثت استاذ عزيز أنت بطبيعتك هذه بعد ولادتك في هذه المنطقة أو القرية الريفية الجميلة النظيفة ما حسيتها انعكست بوحدة من أعمالك الفنية في يوم من الأيام أي. هذا الاستذكار مثلاً قد يكون في دور معين في قصة معينة هو إذا حقيقة إذا أردنا أنا هكذا أشعر حتى قصة كاتبة أنا مدونة في كتابي راح يطلع إن شاء الله التأسيس الأول أعتبره هو القرية يعني هي البيئة اللي فتحت عيني على الفضاء على الخضرة على أصوات على الغناء على الألوان على الروائح العلاقات الإنسانية ركائز جمالية هاي بالضبط أساسية التكافل الموجود التعاون الموجود الفقراء بس أغنياء بروحيتهم بعلاقاتهم نفس الجو فالأساس من هذا الأساس حتى الصوت يعني الصوت تأثير البيئة لأن تعرف أنت مو ببيت حتى صوتك ما يطلع أو عيب تغني مثلا لا بيئة مفتوحة لك على المدى صحيح والأفق واسع وكان خالي الله يرحمه كان موسوي سيد هاشم الموسوي كان يأخذني معاه باستمرار يعني في كل تفاصيل الزرع أنا معاه حتى قبل كانوا يخافون على ذكر الآن قاعد تحرق الأراضي عندنا. إيه للأسف الحنطة وغيره. الحنطة بالشامية والنجف. صح. فقبل أيضا كان موجود. كان بعد ما يسوون البيدر. يجمعون. كان يأخذني معاه ننام فوق البيدر. هو البندقية مالته يحرس حتى خاف يصير عدوان على البيدر ويحرس. هذه كانت واردة بذاك. واردة موجودة. كان يصير مشاكل يعني. ويغير عليه. فأتذكر يعني قصد يعني التأسيس هناك كان وبعدين شفت هذا التأسيس هو المرجل وثمارة قطفت هو الأساس يعني هو الدافع هو الدافع حتى للخيار اللي أخذني باتجاه آخر خارج حدود العائلة يعني هنا احنا بالنجف تعرف النجف طابعها ديني بحت لكن بدأ هذا الميول الفني والمسرحي واضح لحضرتك يعني مفارقة غريبة هنا أنا شوي نطرح سؤال يعني شنو العناصر اللي أثرت بيك شنو المخرجات اللي أثرت بيك في هذه المحافظة الدينية الطابع
بالتالي أصبحت ما أصبحت عليه. النجف من المحافظات العراقية المهمة على مستوى الجانب الثقافي، على مستوى ما يزورها من ناس مختلفين من كل جنسيات العالم تأتي للنجف في مواسم مختلفة. فتشوف أيضا موضوع الصوت نرجع عليه. شفت نفسي وأنا بالرابع أستاذين يعتنون بي، أتذكرهم جيدا، أستاذ عبد الحميد ناجي كان يدرسنا دين وعلوم، والأستاذ خليل إبراهيم درس إنجليزي. خليل إبراهيم من عائلة تقريبا ميسورة الحال، وكانت محل مال خياط بالميدان، وحتى يقال أنه الملك فيصل أو الوصي يخيط يمهم يعني بهذا الشكل، معروفين يعني. فشفت نفسي وكانت الثروة المعرف كريم قاسم 50، فاحتفالات جماهيرية كثيرة وأنشطة كثيرة. شفت نفسي أني الأستاذ مجيد عبد الحميد ناجي يكتب النص ويلحنه خيل إبراهيم أو العكس، وأحيانا كانوا يتنافسون عليه أيهما يفوز من يقدم هذا النص. فشفت نفسي في كل خميس نفس العملية، أني إما أغني بعض الأغاني الوطنية أو أنشد بعض الأناشيد الوطنية أو النصوص الموجودة في القراءة. فمنها بدأ الاهتمام. شفت نفسي في كل فعاليات المدرسة أنا موجود، إما أمثل أو أخطب بالخطابة أو مرتل القرآن الكريم. حتى أتذكر مرة كان محافظ نجف اسمه الحداد الله يرحمه أنطاني هدية قميص وبنطلون، كوني كنت الفائز الأول بالترتيل في حفلة الآباء والمدرسين في نهاية السنة. هذا فضل للملة اللي علمتك. شو بدأت الأمور هي تأخذ سياقها الطبيعية يعني. علماً إنه ما كان هذا توجه. شفت نفسي مثلاً أنا أؤذن في الجامعة. ما شاء. جامعة حسن الأطرش في منطقة جديدة. أو أقرأ الأدعية في رمضان. الناس انتظر صوتي حتى أقرأ أنا. هذا عمر 16 سنة. أقل. أقل 13-14. شفت نفسي أيضاً أرتقي المنبر الحسيني. أوف. أقرأ على الحسين، وهذه مسؤولية يعني من ناحية الصوت والنعي وشفت نفسي أشارك بكل هاي الطقوس. يعني من يجي محرم عاشوراء احنا يعني ما نرجع البيت مجندين، اي يعني من مكان الى مكان مكان الى مكان. كل هذه الأمور عزيزي أول مرة على مستوى الرفقة وعلى مستوى المرائي المسموع والمرئي هو سائم في تغذية روحك، انطاك إيقاع معين. يعني نعم ما زلت أنا مشاكس، ما زلت اليوم ما أتعارك بي ما ينحسب من عمري، يعني أشتري المشكلة بفلوس، وهذا كان يسبب لي مشكلة مع والدي الله يرحمه. يعني كان يقسو عليه، والدي كان شخصية مهيبة ومعروفة، وكان عسكري حتى بعد ما أجى النجف مسؤول عن منطقة الصحة يسوي لقب أبو قيس، معروف للجماعة اللي عايشين من السبعينات والستينات. يعني هو دخل الخمسينات من 50-59 دخل النجف. بدأت هاي الأمور تشكل وضعي. شفت نفسي أرسم من متوسطة إلى الثانوية. هذه جديدة يعني جديدة أيضا تعليق. كان أستاذ عبد الله السياب أنت الصحة والعافية الآن ما زال هو حي، كان يفتح المرسم إنه أني ورياض جاسم الخياط قريب أستاذ خيل إبراهيم أبو الإنجليزي كان يكتب النص والحلقة. فكنت أرسم هاي لوحات متر مترين زيت وتخطيط وناخذ جوائز، اخذت جائزه على كرب المحافظه لشخصيات مناظر طبيعيه مناظر شخصيات هذا الشيء يعني. وهو كان يعدني ان اكون فنان تشكيلي. سبحان الله هذا تضاد غريب. كان الرواف ايضا استاذ الكن رواف ايضا كان يدرسنا رسم بالفحم، كان يعتني ايضا بينا متميزين. فالمهم انا شكلت حالي رسام. فغرفتي في إسكان النجف 3-1 شباك على الشارع تشتم ريحة الزيت والتربنتين وشوف اللوحات والرسومات وكذا. واللي عتهم مسائل رسم يعني مثلا أنا رسمت القراءة مع الصف أول كلها رسوم يعني كواليتي عالي لبعض الطلبة اللي يأخذوها لبعض الأنشطة واللي ما يعرفون يرسمون مثلا يعني أنا أرسم يستعينون بي باستمرار يعني بنات ولد أنا باستمرار انطرق بابي مدلل
لا مميز يعني شخصيته مميزة بالمنطقة يعني. هذا طبعا إضافة لأن ألعب كرة القدم، ألعب سلة، ألعب شبكة، ساحة وميدان، الطاولة. ماكو إحنا عندنا المثل الشعبي بكل عضلاته إذا جاز تعبير. وأنا أما أريد أسألك سؤال عزيز، أنت بحياتك أنا أشوفك على الأغلب قليل كلام، مغلق مثلا قد تكون، بس هذه الشخصية ما يعني نسيجها كلها تقطع منك يعني وصلت إلى مراحل عمرية متقدمة؟ المسرح. أوف. المسرح قلبني. يعني 180 درجة. يعني شنو استنزف الطاقة اللي كانت موجودة؟ مو استنزف الطاقة. سخرت هذه الطاقة. سخرت هذه الطاقة وبعدين هذا العالم اللي يعني ما أعرفه. يعني أنا عاد نفسي تشكيلي. مهدي سميسمي أنت الصحة والعافية وحسين القيسي. هذه الشخصية اللي تسألك عليهم. أي يعني يشوفوني أنا حيوي بكل مكان موجود. بالخطابة بالمعروف إيش بالعزوات بالكذا موجود. مميز يعني بين أقراني. لو وين شفتهم أستاذ عزيز؟ حس أقول لك على ذكر المميز، أكو طالب اسمه فوزي العائدي كان يدرس بالطبية، أني كل درجاتي بالتسعين ما عدا الرياضيات أقصى حد 15 30. أها. إذا كلش يعني إذا أخذت 30 في القضية أحتفل لازم أنا بالرياضيات. فشافني دور ثاني ما عندي بعد فرصة، دور ثاني هذا يحقق يقرر مصيري، هو يسميني عزاوي. هذا فوزي ده فوزي العائلي. قال لي عزاوي انطيني فت أسبوع. قلت له فوزي أنا ميؤوس مني، يريد شوي درسك. اي قال لي انت، قال لي بالحرف، قال لي انت مو غبي يعني هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين. درجاتك بالتسعين بالخطابة أنت موجود، بالفعاليات الجمارية أنت موجود، بالرياضة أنت موجود، إذا معناه أنت ذكي. قلت له، قال لي اسمح لي فقط أجرب معك. فقلت خلص يعني خد يعني ما يؤس من العملية بس خلت أجربها. رحت أسبوع أكثر يمكن، أصعب مسألة بالرياضيات أنا حلها بالمي بالضبط يعني. سبب فوزي ما أعرف. قال لي مو قلت لك أنت مو غبي؟ بمعنى أكو قضية يمكن صار عندي شوك مع أحد أساتذة وخلاني ما أحب أدرس صدمة بالبكالوريا، لولا خطأ صغير أنا ماخذ 100 وأني ما أخذ 15 في حياتي. سبحانك. فمهدي سميسم قال لي أنت بكل مكان موجود. هو حسين القيس. أي هو حسين القيس. تجي تمثل ويانا؟ أني عندي الحياة بديش الفترة كل شيء لعبة، كرة القدم لعبة، يعني الخطابة لعبة، أي يعني شيء مطاطة بالضبط. المهم أنه أنت تكون متميز. يعني كان ماكو دافع الظهور، أنه أي لازم أكون بالمقدمة. هذا العمر ذاك الفترة. قلت له إيه أمثل؟ معناها ألعب أريد. فانطاني شخصية بفلوس الدول يوسف العاني الله يرحمه، أطلع ضابط مع الأمن، ما ضابط أمن وطبيب بالقوة، طبيب رغم عنه الكاتب فرانسي مولير عرقوها حسين القيسي خراجة. طبيب بالقوة صارت بالضبط خراجة. مثل الدور وتشي كوميدي، فهنا أنا كوميدي هنا تراجيدي. كملنا العرض، طلعت أنا على المسرح تصفيق غير احتيادي. ذهلت. طيب أنا ما سويت شيء، أنا لعبت، ليش عازم بدي صفوق لي يعني؟ فرجعت لغرفتي والتصفيق رنين موجود، وعند باوع اللوحات فلاش والأشياء مالتي منها بدأت انعطاف. أوف، التسقت بالتمثيل والتمثيل المسرحي. تميزت بالعمل وبدت معروف بالمحافظة بفضل مهدي سميسم وحسين القيسي. شوف دور الجمهور شلون أثر عليك جدا يعني. فحتى بداية أقدم الأكاديمية، والدي الله يرحمه هنا، الله يرحمه طبعا، انا اتحدث عن الوقائع هذه لانه منطقه محافظه، واحنا الـ الـ يعني آل بدير العشيره او الاهل اي محافظه لهم تحيه الان ناحيه آل بدير في الديوانيه، اما موامنه رجال دين او عسكر او فلاريح او موظفين مزارع بسيط نفس الشيء صحيح يعني صحيح. فقال لي والدي، قال لي العسكريه داخل بيتي، الأكاديمية خارج بيتي. قلت له والله محتاج خارج بيتي. قال لي مع السلامة. هاي لحظة تمرد. هو أنا شوي كلش كنت يعني عملية تمرد وأنا صغير يعني غير هياب ومشكلتي، وحتى علاقتي بوالدي يعني كل إخواني علاقة متوازنة. أنت متجزر. أنا علاقة مرتبكة. متجزر. يعني باستمرار العقوبات ما القبيلة أنا أخذها. فهمت. بكل قضية. هو طبيعي عندك. عادي. أي المهم أنا. وكان الله يرحمه يعني يضربني مثلاً غير حتى أقول أخ وأبكي. أنا ما أبكي ولا أقول أخ. فيزداد العقوبة. طبعاً استفزاز. فراحت الأكاديمية حتى ما اسمه اسم ينطي الصحة والعافية تحية له في هذا المساء. لا زال عايش على قيد الحياة. موجود. ما شاء الله. فكتب لي نص من مسرحية اسمه شاترتون للكاتب الفرنسي إلفريد ديفيني، مقطع عن الأب، علاقة هذا الولد بالأب أيضا مشاكسة، فهي لامست دواخل طبعا ولاصقت حالك توابت معي أيضا. أي نعم. وقدمت الأكاديمية.
بعد عناء. بعد عناء بدأت رحلتي الأكاديمية. في الأكاديمية وين ده أتمرن؟ أنا هاي كاتبها طبعاً وأيضاً راويها أكثر من مرة. شدت أتمرن بصوت عالي، فشفنا مجموعة صواب صفقوا لي. أنا ولدت عم نفسك أنت مقبول، تعال ويانا. طلعت تقريباً حوالي فوق 20 شاب، طلعنا من الأكاديمية إلى منطقة الميدان. أتذكر كنا يمكن في مطعم ودخلنا كازينو كلثوم. أنت ما تعرفهم طبعاً؟ ما أعرفهم أبداً. أول مرة أدخل كازينو كلثوم، بعدين جينا مشي إلى السعدون. أنت تلتقط صور ها السعدون، بدينا نرجع على أيام عمك والمكتب. بالضبط. في أروقة السعدون أكو رواق بمقهى اسمها زهرة وعلي. نقعد هناك الفترة الظهرية، بعدين أخذوني بالليل كازينو رعد على أبو نواس. يوم مثالي. خلصنا الكازينو ورحنا إلى ورا سينما النصر مسرح بغداد، مقر فرقة المسرح فن الحديث، وإبراهيم جلال أستاذنا الله يرحمه دي يعد العدة لافتتاح معهد بغداد التجريبي. أول معهد خاص لتلقي العلوم المسرحية في المنطقة العربية في بغداد. تصور سابقين المنطقة. يأس إبراهيم جلال. هذا الشاب اللي صفق لي وقال لي أنت مقبول، لا تتعب نفسك، ومجموعة وياه اسمه عوني كرومي. أوف الأستاذ عوني كرومي. عوني كرومي دي يخرج مسرحية اسمها المسيح يصلب من جديد. رواية ديكوس الكازانزاكي كاتب اليوناني معدة إعداد مسرحي. هي أول إنتاج لمعهد بغداد التجريبي. وعلاء الدين والمصباح السحري أول عمل للأطفال، ترجمة الأستاذ جعفر علي وإخراج الأستاذ جاسم العبودي الرحمة لهما في هذا الشهر الفضيل. أستاذ جعفر علي نفسه. ولي عوني كرومي ولي إبراهيم جلال. فكان قبل ما ينطون شخصيات هكذا عبث أبدا، تجربة أداء، فكل واحد يقوم يؤدي شخصية، يختبر الأخ عوني يوافق عليه، بقت شخصية عالقة ما لقى لها أحد، والموجودين صف ثالث وصف ثاني وصف رابع وصف أول، يعني مسلكيين على مستوى كلهم. إيه أنا أول مرة جاي. إيه وأنت مستجد. شفت حائر هو عوني الله يرحمه، من كان يصير عصب وينفعل ذني وردن. فمن بعد صح لي قال لي عزو، أول واحد أول مرة أسمع واحد يسميني عزو. تصغير. فأني يعني اسم إيه دلع. قلت له أني، قال لي إنت عارف، قال لي تقدر تحفظ هذا النص أسطر؟ أنا قبل بديش فترة النص بخش بس أبغى أعرف شكل أحفظ. أي عندي حافظة كلش، يمكن سبب القرآن وترتيل القرآن وقبل دخول المدرسة يعني. قلت له رحت راح أرجع، قلت له خلاص، قال لي حفظ، قلت له إيه. فندهش هو، قال زين راويني خلينا نشوف الموضوع كذا 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 كذا. أديته صفق لي احتضني، صفقوا الجميع. هاي كانت محيرته الشخصية اللي هي هاي كانت قبل دخول الأكاديمية. منو معاي؟ معاي حسن عبد الله يرحمه مثل الأغا، أكرم فاضل الله يرحمه مثل الصبر، جبار كاظم، جبار كاظم، فيصل رديف من الديوانية، جوزيف الفارسي، مريم الفارسي زوجته أيضا، طارق كرم، مجموعة كبيرة، إسماعيل الخليل، وقسم أيضا مساعدين، حكمة داود و جماعة موجود غانم بابا سمير حنا، نفس ال 12 شخص اللي انتم كنتوا هم ذول اي يعني نفسهم موجودين كانوا. وقدمنا العمل طبعا تصفيق غير اعتيادي، وهذا العمل اعلان لمسرح عراقي جديد. شنو يعني الفكره؟ ليش استاذ الـ الـ الفكره انه اول مره ماكو ديكورات، اكو فضاء، اكو شغل مجموعه. العمل ملحمي صعب يعني. اثنين طول عرضه، بحيث اني رحت اقدم الاكاديمي اني عبالهم انا بالرابع على معروف على هذا، لان كتب عني اتذكر واحد اسمه مازن الزهاوي كتب عني مقاله بالنفط، وناقد اخر كان مجله النفط، مجله النفط اللي كان يحرج جبر ابراهيم جبر الله يرحمه. نعم لحد الان عندي مقالتي الموجوده تحتفظيهن. كتابه غير اعتيادي، حتى في اليوم كان واحد يبيع كتب اسمها هاشم توفى الله يرحمه،
عند كشك صغير مقابل النصب مال جواز سليم. اي نعم. فأنا مدني كنت دا أورق، إجا واحد بصفي رجل كبير السن قال لي بابا أنت معز خيوم؟ قلت له أي نعم أستاذ. استغرب. قال لي أنصحك نصيحة لسه أذكرها أنا. قال لي اسمع أغاني الزنوج. طبعا هذا الكلام طلاسم، شنو الزنوج يعني؟ اسمع أغاني الزنوج وكمل دراسة برا، لا تبقى هنا. أنت عندك مستقبل مهم ينتظرك. وغاب راح. شنو الزنوج؟ شنو؟ نسيت الموضوع هذا. هذا حكي ستينات سبعينات. 69. 69 ها. 69. مرحلة التحول يعني. إيه. فدخلت الأكاديمية. استقبلني اللي سووا مقابلة إبراهيم جلال. أوف. جعفر علي، جاسم العبودي. أسعد الرزاق. هذا المفروض أنت بعد. إبراهيم جلال يعرفني. تنسى. لازم يعرفني. أسعد عبد الرزاق. قال لي من وين أنت؟ قلت له من النجف أستاذ. قال لي وذن. أفهم. أنا عبالي ده يسخر مني. شنو وذن يعني؟ قال لي ليش وذن؟ ما تعرف وذن أنت؟ أعطاني نطق درجة. أذنت. هرجت للصف طبعاً للقاعة. قال لي زين غنينا. طبعا الثلاثه ساكتين. استاذ انا محضر مشهد. قال لي غني. قال لي غني شيء من الريف. غني مقام مدينه مدني زين. قال لي من وين؟ قلت لك من نجا. من نجا. يلا مع السلامه. طبعا سألني اريد افهم اللي صار شو يعني. وبدت حكايتي مع المسرح من الاكاديميه. بالنسبة للفرق الأهلية أستاذ عزيز، تعرف الكلام كثير لكن حتى نستبق ما يفوتنا من الوقت. نعم. الفرق الأهلية اللي عملت بها بداية حتى بدأت المسيرة المسرحية الجميلة. أنا من بالأكاديمية أكثر شيء كان يعني إنجازي بالصف الأول حتى أقدر أكمل دراسة. إبراهيم جلال نادى على الأستاذ جليس مثامر مهدي كان مساعد له. بعدين أستاذ مثامر كمل دكتوراه وصار يدرس فلسفة ودرس بجامعة الكوفة والآن أعتقد في كندا يمكن. قال له تأخذ هذا الوليد تودي الإذاعة تدخله على شكل عقيدي بلغة حياتي قل له يحتني بهذا الولد يعني ما عنده فلوس شو نكمل الكلية قسم الداخلي ما يكفي. والوالد رافض الفكرة. لا ماكو. أنت مقاطع يعني. أبداً. 4 سنوات. فأذكر أخذ نوية دخلت أني الإذاعة مثل قروي داخل المدينة. أكو أشكال شايفها، أكو أسماء سامية في أصوات أو مشبه. دخلت أني منا 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 صعدنا. السلام عليكم. دخل مجموعة قاعدين نساء ورجال. زين عرفك. قال لي يسلمك أستاذ إبراهيم جلال يقول هذا الولد طاقة جيدة فيريد يكون يمك أنا حتى على الأقل أقدر أكمل دراسة. الرجل شكر عقيدي قال لي بابا أهلا وسهلا بيك أنا مثل أبوك. شوف الكلام. هو والد. كان رئيس قسم الفنون الدرامية. شكر عقيدي ومخرج. قال لي أنا مثل أبوك أنا أستاذ خليل شوقي عمك أستاذ بدر حسن فريد أستاذ سامي عبد الحميد صادق مطرخشي طعم التميمي فوزية عارف مي شوقي فاروق فياض فرع عباس زهير عباس أنور عباس ذولي كلهم. شلون وقفت على رجلك أستاذ عزيز؟ شلون صبرت بهاي اللحظة؟ زين قل لي فأهلا وسهلا بيك. ففتحت لي باب آخر يعني الطلبة زملائي يدرسون نظري إذاعة وتلفزيون. أنت تطبيق. أنا بديت تطبيقي. يدور الزمن أصير أني معد وممثل ومنفذ وأصير مخرج. من الممثل مالتي؟ شكل عقيدي. سبحان الله. طعم التميمي. سامع عبد الحميد. فاروق فياض. فوزي عارف. مي شوقي. زين أسماء كل الأسماء اللي بدينك الآن أنت في تلك الفترة أني قائد لهم. ومخرج إذاعي. بعد ما جيت بسيط. فقام والدي من يسمع إخراج عزيز خيون. يا
يحس بالمفخرة. شنو يعني؟ قبل أني من تقدم للأكاديمية أكو رجل معمم ما إذا أسميه من أقربان هو قال لي بابا أنت بياكل لي؟ قلت له أكاديمية الفنون الجميلة. قال لي يعني طبية؟ شوية نجا فيني مدون بالكلام. قلت له شيخنا أكاديمية الفنون الجميلة. قال لي يعني هندسة؟ أنصت عصبي. قلت له شيخنا ده أقول لك أكاديمية الفنون الجميلة. ها تقصد الحقوق طبعا يريد يثير. شنو يعني ليش؟ مقابل. هو فاهم لكن يريد يستفز والدي. يحاول يستفز والدي. ها. فقام والدي بنسمع إخراج عزيز خيون يعني غير قضية. وهذا موضوع إلى حكاية ثانية يعني طبعا. ولكن الإذاعة أخذت جزء كبير من حياتي. ابتدت من إلى من السبعينات 69 إلى تقريبا 76 طردنا 50 واحد تقريبا. السبب أسباب سياسية. يعني لازم الكل يكونوا منتمي لحزب البعث. أنا ما كان عندي انتماء لهذا الحزب لحزب آخر. يعني الأربعة تقريبا 76 تقريبا 76 أنا وعواطف طلعونا. عواطف خلوها بالشعلة بالزراعة دائرة الزراعة ما لها علاقة بها يعني فعلا. أنا على أساس يعني نقبة عليه ودوني المسرح القومي هو فضائي حياتي يعني ما انتقلك من الجنة إلى الجنة. فبديت طبعا منعت من دخول إلى حوالي 5 سنوات. غادرت بغداد هروبا إلى بيروت بقيت فترة سنة تقريبا ورجعت بعدين. أنا رفضت أنتم لأي فرقة. في صف الرابع أستاذ بدري اشتغل عمل قبل كان الأساتذة يعملون أعمال تطبيقية مو مثل الحال والأعمال تعرض للجمهور. يعني مثلا أنا كان الطلبة الخريجين صف رابع مثلا فاضل خليل فاضل السوداني فيصل الديف صالح البدري الله يرحمه أسماء سنذكر بعضها. يعني أنا مثلا الأطروحة مال طالب فيصل المقدادي بانتظار يسار مثلتها على قاعة الخلد ينطون الطالب بجه مادي فلوس ويختار ممثلي ويختار القاعة مسرح بغداد عندك قاعة الخلد عندك 60 كرسي ما من بعد لسه بعد لسه اي. فأستاذ بدري مركب إلى صياد الكاتب الإسباني ألخاندرو كاسونا ايه؟ أنا كان دور الشيطان تمرن عليه حوالي 6 شهور قدمناها أخذت بها جائزة أفضل ممثل في الموسم العراقي 72-73 وهذه أول مرة في تاريخ المسرح أنه طالب على مقاعد دراسة يأخذ جائزة التمثيل الأولى لموسم المسرح العراقي. هذه بقدر ما أسست لي شيء سوت لي إشكالات. أتذكر كان مخرج ممثل جميل اسمه رومي يوسف الآن في رومانيا تحية له جاني قال لي تعال المسرح فن الحديث. قلت له رومي أنا ما أنتمي أي فرقة قيد أبقى حر. يعني أنا من نوع حتى في طبيعة حياتي اليومية يعني والقريبين يعرفوني ما أقدر أكون تابع يعني ما أقدر أنفذ كلام غيري يعني حتى مع والدي كان عندي هذا الإشكال. هي طبيعة التكوين لكن ما بغض يعني النظر عن العمل يعني الدرامي حتى في الجانب السياسي بعد فترة زمنية أنا تلفت هاي العملية وغادرت التنظيم يعني في وقتها لا لأسباب. أنا وجدت نفسي أنه غير صالح لهذا الجانب بلا قيود ما أقدر أنفذ شيء أنا مثلا يملى عليه فما التميت لأي فرقة بس بديت أتعامل مع فرقة. يعني مثلا تعاملت مع فرقة رسالة أستاذ سعد العبيدي تعاملت مع فرقة الشعبي في عمل الفلاح شاكر اسمه جذابة فلاح حاشم عفوا كان مع فلاح حاشم نفسه فلاح حاشم نفس الآن في لندن يعني هو كان في الكويت اللي بقى على افلام الكرتون يشتغل بالضبط نعم. وكان ايضا كان يشتغل معنا في الاذاعه وكان من الطلبه المتميزين الشخصيات اللي ما ينيرون عليها الضوء يعني عمل اخر اشتغلته مثلا في الحديث يعني تعاون اضبط الساعات وعلى محرات الليل يعني باستمرار اتعاون بس ما انتميت لاي فرقه ولكن بديت كنت مستمر في التواصل معهم حتى في الاخراج يعني من بالمسرح القومي من ضاقت بي الحال كل ما قدم عمل يضيعوا لي او ما يجيزوا والاسباب انا اعرفها اي فعلا يعني كان اللي مو منتمي شويه يعاني صعوبات هذه منتمي سياسي يعاني صعوبات
فأذكر العمل الأول سبقار في غابة كان إنتاج وتقديم فرقة المسرح الشعبي. هذا نيكولاي خايتوف. نيكولاي خايتوف ترجمة قاسم محمد، حتى كان أستاذ جعفر السعدي قال لي بابا أنا أبوك، هاي فرقتك، وأستاذ عوني أيضا مثل شنو أبوك. شنو قصة المسرحية يعني بإيجاز بسيط؟ كان العلاقة المرأة بالرجل، لأنه يعني قارب في غابة. أي يعني أي بيها بالاسم شو بيها مجاز يعني. أي يعني واحد يائس ومنتي أمره يعني مفلس. يلتقي بامرأة تغير حياته. فكنت أتحدث عن موضوع المرأة. أنا أكثر موضوعات الأعمال اللي يعني اشتغلت تقريبا بالذات إخراج المرأة بها دور أساسي. مثل العربانة. إيه لها حكاية يعني. العربانة ها ها. كثير يعني. إيه يعني هذه إيه. طلعت. على مستوى التمثيل على مستوى الإخراج دائما أكو شوف المرأة أكو دور مميز لها في. طبعا في على مستوى الحياة هم. طبعا. الدكتورة الكبيرة يعني. يعني حتى اللقاء مع دكتور عواطف يعني أيضا. لها تأثير بهذا الجانب وبقانا يعني ملتصقين بعض البعض حتى هذا التاريخ. وأنتم كيمياء غريبة جميلة جدا لكن بالمقابل ما أشوفكم بالأعمال. شنو هذه الكيمياء مرات ما تنفذ على أرض الواقع بالنسبة للدرامية يعني. يعني مثلا بالدراما ما تلتقون دائما بالمسرح ما تلتقون بالله بالمسرح دائما المسرح أما هي مخرجة وأنا ممثل أريد اثنين تمثلون بس بالتلفزيون قليل هو هذا يعني مثلا هو التلفزيون بشكل عام مقل يعني والأسباب هم غير موضوع يعني طويل بس مسلسل نادي يعني من ضمن الأعمال دورك كان دور صلب مميز جدا يعني أعتقد بذلت به جهد أكثر من أي هو عمل هو طبعا تحية صلاح كرم نعم. كل الجماعة اللي انتجوا مسلسل ناتي دائما يتحدثون بالناس يعني يذكرون طبعا انساه احيانا بس الناس يذكرون بي فعلا كامل الاعمال المهمة يعني انا مقل يعني حوالي 40 مسلسل اني مشترك بيه بين داخل وخارج بس الحمد لله الشخصيات باقية في الذهن يعني دائما شخصيات متميزة وباقي في صورة في اذهان الناس ويذكروها يعني اخر عمل كان الفندق العام الماضي وقبل كان رازقية مع الأخ باز الشبيب وعلي أبو سيف رباب مع علي أبو سيف وباز الشبيب تحية لهم في هذا الوقت الرمضاني الكريم أيضا الدراما مهمة تلفزيونية ولكنه يعني هي أسبابها مختلفة يعني مقل أنا كانت لي أسباب لأنه أنت المقرب المنتمي يعني وهذا أنا أحكيها كتاريخ لسه ضد ابدا اني ما يعاب أحترم عليها أحترم مثلا كل خيارات بس هاي يعاب مرات عليها ولو هي بمصر نفس الحاله بالمناسبه استاذ يعني هي المساله ترى هم نفس الحاله اي بس انت يعني في مصر دائما الممثلين الكبار ما ينسوهم لا مو توفيق صالح عانى من الغياب اي بس يكتبوا لهم احيانا يعني يكتبوا لهم يعني نصوص هذه المشكله المخرجين يعني. او الممثلين يعني اللي في عمري انا الان ما يقعدون في مصر وفي الدول العربيه في كل موسم هو موجود صح. لطفي لبيب أي والحمد لله أنا في كل الأعمال شوف. اللي شاركت فيها على مستوى التلفزيون يعني التزامهم يحكون عنه وقوفي أمام الكاميرا تكوين ما آخر عمل بحثي وشغل بالشخصية يعني أذكر كلمة قال الشاعر حميد سعيد في وقتها في عمل جسد بشخصية الشاعر بشار بالبرد هكذا قيل لي ليس لي الكلام أنه لولا عزيز خيون في مسلسل الأصمعي لما كان لك ولولا عيس خيون مجسد لشخصية الشاعر بشار من برد ماكو قيمة بدليل بهاي السنة أنا أخذت جائزة الدولة للإبداع لتجسيد شخصية الشاعر بشار من برد يعني حتى ننتقل انتقالات سريعة من الوقت ما بقى شيء لكن الغرابيب السود يعني تعرف هذا مسلسل أثر على العراقيين بشكل كبير وهذا الدور اللي أديته كان دور جميل جدا ورائع ويشاهد لحضرتك به طبعا أريد نعرف خلفيات هذا الموضوع أنا طبعا باستمرار أكو عندي هاجس اللقاء بالآخر يعني عربي كان أم أجنبي التواصل ها. باستمرار يهمني هذا يعني ما تقطع أبدا وتحقق في أول تجربة في تجربة مسرحية في القاهرة اسمها واقصاء كتابة يسري جندي كاتب مصري نعم هذا أي سنة كان 1988 وإخراج مصطفى السويسي الله يرحمه هذا كانت أول تجربة أولى لاتحاد الفنانين العرب واختارني أنا من العراقيين حتى كان أكو كلام في وزارة الثقافة بعدين سمعوني أنه ليش عايز خيون عندنا فلان عندنا فلان عندنا فلان أم رجعت نفس القضية أي نفس الحالة فقال لهم مصطفى السويسي الأمانة والآن غادر إلى الرحيم
قال لهم إما عز خيون أو ألغي التجربة المشاركة العراقية. تمسك بيك؟ أي. فحتى الوزارة في وقتها قالت ترى رايدك بالاسم، وكانت تجربة ممتازة لي على مستوى التعارف. يعني كان معنا محمود ياسين، هو كان أدوار رئيسية، أنا عن العراق، عبد اللطيف خير الدين عن تونس، إبراهيم البحر عن البحرين، محمد منصور عن الكويت. من مصر عندنا محمود ياسين، فاطمة التابعي، توفيق عبد الحميد، أشرف طلبة، الحديدي، أسماء كثيرة يعني ما الآن أقدر أقول، علي مهدي من السودان. وكانت تجربة مهمة على مستوى أنت تعرف أنت نفسك وين. فذكر محمود ياسين أنت الصحة والعافية وتحية لي في هذا المساء الرمضاني، شافني ثالث يوم رامي النص، قال لي كيف؟ قلت له هذه مو فضيلة أستاذ، احنا أبو حنفي احنا نسميه أستاذ محمود أبو حنفي. قلت له طالب المحد نفس العملية، احنا كعراقيين عندنا هذا الجانب فعلا، خاصة بينما هم عندهم الكمبوش، عندهم هاي يعني حتى ملقب. في العرض كان اليوم الأخير يعني، وصوت اي واضح عالي تسمع عالي الكمبوش، بينما احنا لا ما احنا هذه ما تس فصار التعارف واللقاء وشفت نفسك انت وين؟ ها بالمكان الصحيح، مكانك يعني انت بين دول الممثلين العرب انت وين؟ فشفت حالك انت لا لا تختلف عنهم فقط في الفرصة. اي فعلا يعني احنا كعراقيين للاسف الظروف السياسية اقوى، والمرت علينا حروب واحتلال اقسى واقوى يعني خلتنا في حدودنا ضيقة. ربيب سود جت باتجاه هذا الجانب، هو العمل المشترك. يعني احنا قبل عملنا في بغداد ايضا عمل مشترك، الكبرياء تلقوا الفرسان، كان معانا عبد الله غيث، كان دائما انا معاه الخط مالته، ابراهيم عبد الرازق، ومجموعه يحيى شاهين، اسماء كثيره. غرابي بسود على نفس الوتر، شخصيه مهمه، كان تصوير في لبنان في مدينه علي، والمخرج عادل اديب من مصر، مخرج مهم، انسان مهم وفنان مهم طبعا، طلعك بصوره جميله. نعم. الانتاج العربي كيف يدار؟ اي فعلا شفت الفنان كيف يعتنى به واحترافية الإنتاج. يعني أنا قاعد في مجمع درجة أولى مقدر، تأخذ السيارة وتوديني وتجيبني إما مشهد أو مشهدين، المطبخ والطعام مركزي، سكنك درجة أولى، أكلك درجة أولى، تجيبك طيارة درجة أولى وترجعك. يعني أنا أروح أسجل مشهد مثلا فرست كلاس وأرجع مشهدين. طبعا هو طول العمل وبعدين صار في مشاكل، تغير سعاد الاديب لظروف معينه عاف العمل، بعدها قطع 15 حلقه تقريبا شوكت، وايضا عاف، بعدين جابوا مخرج اخر ايضا مونتير، كانت الحقبه صعبه. نعم. يعني بس مع ذلك رغم يعني تغير المخرجين، يعني المخرج الاخ اخر روح من سوريا، بديت انا انسى الاسماء مشكله، تحيه الى ايضا لكل اخواننا. قال لي استاذ عزيز انا راح اخذ المسيره الاولى للمخرج الاول، كان عادل اديب احسه اقرب، وانجز العمل والحمد لله. يعني اتذكر انه في يوم كنت طالع الشرجه ما اعرف وين، فواحد على راسي في الثاني، كنت انا يمين كنيسه واقف، هو بذاك الجانب ينادي عزيز خيون بالله انت عالمي، انت مكانك مو هنا. هذه بحد ذاتها هاي من انسان اعتبار يعني كبير، ما يعرفك يعني امام الناس ويصفقوا لك، وين ما تروح الان يعني، وين رحت انا مثلا رحت العمان او رحت تونس او يعرف شايفين العمل، تعرف الام بي سي توزع طبعا يعني الى مشاهدين طبعا. والعمل كان ضرب ضربه غير اعتياديه، هو اكثر مشاهده حصل. ليش؟ لان الموضوع حساس، والموضوع انا موجوع به يعني داعش، أنا أكثر واحد موجوع ابن بلد يعني زين. فلذلك من جسدت الشخصية الكل يعني، كان حتى الممثلين معانا الأستاذ عادل كان يحسب كل الآخرين يعني، لا تنسى صوتك جهوري، هم كانوا مفاجئين، قالوا إحنا للأسف ما عدنا معرفة بالفنانين العراقيين على مستوى التلفزيون، هذا يعاب علي إحنا ما نسوق نفسنا والمؤسسة لا لا إحنا ها إحنا إحنا مؤسسة وزارة ودولة وحكومة وأفرادة نتحمل كل يساهم فيه. طبعا الموضوع طويل هذا، بس الكل يساهم فيه، بدليل احنا من 2003 لحد الان ما فتحنا نافذه للدراما العراقيه في تحسينها او في تسويقها. صحيح، وهذا مشكله طبعا. عندي من الوقت تقريبا باقي دقائق معدودات، اريد امر على شركه الحياه اللي قدمت وقدمت لها، بالتالي كنت سند واحد الى الثاني بشكل كبير،
كيف تصف هذه العلاقة من علاقة اجتماعية أسرية تعكس على علاقة فنية ونتاجها جميل؟ بالكل أنا عدو الزواج رقم واحد. ما يعني أي ارتباط أفر منه. يعني غاوي أحلام كثيرة، أكمل دراسة وأتعلم لغة وأتعلم موسيقى. غانمي. زين أنا شوية جانب الآخر، إحنا أسسنا فرقة اسمها جماعة تموز للأغنية الجديدة، حميد البصري وفؤاد سالم وشوقية وليالي زنقنة، تحية لهم في هذا المساء الرمضاني، وكان الشاعر زهير الدجيلي. فأكو جانب آخر أنا اللي الموسيقى والغناء أتعلم يعني. فذني كل الأحلام. فبالإذاعة يعني التقينا. والتقينا يعني عادي، ونمثل ونروح ونجيب سجو، بس ماكو ذهني انه ارتباط بالورا. ولكن يبدو لي هو السيناريو المعهود اللي حكيت لك عنه، اللي قلت لي لابد من القرية بدأ الى البصرة الى بغداد الى النجف، وانت تنفذ، تلتقي بناس وتودع ناس وتغادر ناس وتعرف على ناس. فكان لقاء بعواطف وصارت القسمة. واعتقد لولا عواطف يمكن أنا كان آخر، يعني إما أكون متوفي أو مسوي لي قضية أو يعني أو على مشاكستك إيه يعني. عواطف لها دور كبير في تنظيم حياتي وفي تأسيس أسرة، يعني أسرة العلاقة بالكتاب، أسرة على مشروع تلفزيون. هي عواطف تكتب الإذاعة وتكتب التلفزيون، هي أخرجت الإذاعة وكتبت الإذاعة وما زالت طبعا، وتكتب للمسرح وتكتب التلفزيون. حتى دراستها يعني وسعت هذا الجانب. لا احنا بيتنا عبارة عن مكتبة كبيرة يعني. فأقدر أقول لك ثلاثة أرباع الفضل إلها في إدامة هذه الأسرة. لأن أنا شوي خياراتي صعبة. يعني طالع جاي طالع جاي، هارب راجع هارب. يعني آخر هروب كان الإمارات ورجعت بعد دخول الأمريكان. يعني لها دور الكبير حقيقة في قيادة هذا البيت. نعم. وفي تأثيثه وفي بقاء هذه العلاقة. وعواطف على مستوى النساء لست مادحا لها، يعني هكذا يعرفوها زميلاتها وزملائها، يعني تجري وتهرول لخدمة أي زميل وأي زميلة. حتى مكاتب النقابة يعني هي تشوف تركض من الصبح الليل لخدمة الآخر ودون ما تحكي. يعني الباقي تقريبا 50 ثانية إذا مو أقل. يعني تحية لها في هذا المساء. أكيد إن شاء الله طبعا، دوام الصحة والعافية. الله يخليك. أريد أذكر شيء معين وسؤال مهم في 50 ثانية إجابته، ألا وهي فقدت البطولة الأوحد على مستوى الدراما الأستاذ عزيز خيون كفنان، أم هو لم تصله هذه الفرصة بالتالي ليثبت هذا الوجود وهذه التركيبة الجميلة؟ أني أحياناً اعتداداً بنفسي وبكرامتي أيضاً وبأيضاً المكان اللي حققتها أحب تجين الأشياء وأني موجود. زين. يعني ما أريد أنا مثلاً أسأل أو أروح أو أدخل أو كذا، ما أحب هاي القضية. يعني أني سجل السيفي اللي أنا متقرأ أنت يعني ينطيك معرفة واضحة يعني من هذا الإنسان. فأعتقد وجود الآن عمراً مكانةً يفترض أن الأشياء تأتيك وأنت موجود، لأنهم كلهم زملائنا وأصدقائنا وأخواننا يعني. فغيابي عن التلفزيون أنا ما أقدر أجاوب عليه، لأنه واضح العملية يعني أسبابه قصري. أكثر من سبب، أكثر من سبب. بس أنا سعيد بالتمنيات والتوفيق لكل من يعمل. سعادة إلي وأنا أشوف زملائي حاضرين في الفضائية سواء كان العراقية أو العربية، وتمنيات بالتوفيق لهم. وإذا كان ثمت خسارة، يعني إذا كنت أنا مو موجود يعني خسارة للمتلقي وخسارة للمخرج أيضا، إذا كان هو دافع يقدم عمل جيد مع كادر تمثيلي جيد. أعتقد أنا من الناس اللي ممكن أقدم خدمة لأي نص ولأي عمل. شكرا أستاذ عزيز، وشكرا لك. شكرا لهذا الود، رغم يعني العصبية اللي نشوفها بالدراما، لكن هذا الود والجمالية اللي موجودة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا، وحلقة أخرى إن شاء الله نلتقيكم بها في صفحات.